أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طبعا أول شيء أشكركم على حضوركم وإن شاء الله أيا كان الفائز كلنا لنا. أول شيء الاسم عمر عبد الله محمد السندي، طالب في السنة الرابعة، تخصصي اقتصاد وأحياء. أول شيء الفكرة العامة للبرنامج الانتخابي اللي بسوي بيكون expand، يعني توسيع المال. يعني اللي بنسويه ممتاز، اللي بنسويه سمستر هذا ممتاز، لكن أفضل في السمستر الجاي إنه يكون الحضور أقوى في الجامعة. يعني الناس تعرف مثلا في إيفنت النادي السعودي ناس تيجي، مش بس السعوديين، طبعا نبغى السعوديين يشاركوا أكثر، وكمان نضم الناس الثانية خليجيين أو حتى أمريكان. ممكن نسوي إيفنت للكل وإيفنت مثلا بس لينا إحنا، بس نبغى إنه يكون في إنفولفمنت أكثر. ثاني شيء قلت الإنفولفمنت أكيد طبعا حيكون في أدفرتايزنج، لازم يكون في طريقة بأدفرتايز بإيميلات وأشياء. وأهم نقطة اللي بسويها إنه راح يكون بديل، الشغل كله راح يكون بديل. يعني الشيء اللي بنسويه مثلا قبلها بزي كذا 3 ويكس خلاص هو أوريدي إيفريثينج إز ويل. ثاني شيء كولابريشن، ثالث شيء كولابريشن مع أورجنايزيشنز. في أورجنايزيشنز زي مثلا المسلم ستودنتس أسوسيشن، في مثلا المس ميدل إيستن ستاديز سوسايتيز، في كثير، في حوالي 3-4 زي كذا. الأرب ستودنتس بيكون موجود إن شاء الله تقريبا في النكست سمستر، فهذول كلهم بنقدر نسوي أشياء مشتركة. نقدر نحضر دائما في الاورجنايزيشن اللي انا كنت فيها يقولون مثلا ليه ما نشترك معكم؟ ليه ما نسوي شيء معكم؟ من هم من خبراتهم، يعني هم كثير منهم يعني يعرفوا الجامعه، يعني هم امريكان، هم في اشياء في ايفنتس واشياء هم يعرفوها اكثر، ممكن نستفيد منهم كيف نوصل لاشياء معينه، كيف ايفنتس معينه كيف نسويها، فند ريزنج، الحاجات اللي زي كذا. رابع شيء وركينج ويز ساكم، هذا الشيء راح يكون غالبا اول الاثنين الاخير تقريبا مع بعض، بس هو اهم شيء انه راح يكون زي ما كان سلطان بيسوي جزاه الله خير، يعني تواصل معه. ورابع شيء وخامس شيء للطلاب الجدد، الخدمات اللي بنسويها للطلاب الجدد موجود حاليا هذه الاشياء، لكن يبغى انه تكون ريلايبل، يعني يصير الطالب اللي مثلا الطلاب الجدد يجوا خلاص عارفين انه في يعني مساعده موجوده، مش يعني مثلا مين فاضي ما ادري، لا خلاص يكون هذا الشيء فعال. هتكلم عنها بالتفصيل شوية، واحدة تفصل كثير نفسها كامل اللي قلت بصفة عامة، لكن اكسباند يعني عليها شوية. اللي بفكر فيه بالاسوسيشن سنة تقريبا كنت تشجر معه ومع ال ميدل ايستن ستاديز سوسايتيز، حضرت ذير ايفنتس واشياء زي كذا. فاللي فهمته كتريجر انه في اشياء كثيرة يعني نستفيد منها، يعني ممكن نستفيد منها، الجامعة ممكن توفرها، بس احنا يعني ما ركزنا عليها او ما طلبناها. مثلا يسووا فاندنج لرحلات، يسووا فاندنج لحتى بلين تيكتس للطيران مثلا كونفرنس، هذا زي كذا مثلا اب تو 3 بيبل عندهم طبعا ارقام. يسووا فاندنج للغاز بنزين اذا في رحله مثلا لعدد معين مثلا كذا مايل يدفع الاشياء هذه، ممكن يسوي رحله مثلا باص ما ادري حاجه زي كذا، يعني اشياء يعني ايفنتس يعني ممتعه اكثر، يعني مش الاشياء التقليديه. من الحاجات مثلا اللي بفكر اسويها حاجات يعني فن مثلا، مش بس انه شغل ومثلا ومعرض وما ادري ايه ولا بيكسل، لا ممكن اسوي اشياء كمان برضه فن، يعني اشياء احنا ودنا نسويها. يعني انا بس من عندي افكر مثلا رحله صيد مثلا، يعني فيشنج ما ادري، حاجات اللي طبعا كله راح يكون في تصويت، ايش اللي يبغوه الممبرز هو اللي راح نسويه، لكن انا مختلف مثلا بينت بول، ليزر تاج ما ادري، حاجات مختلفه شويه. طبعا اكيد سوكر تورنمنت يعني دوري كويس، يعني حاجات يعني شويه ابلفتنج، حاجات الناس يحضروا عليها، مش انه يكون مثلا عدد قليل، نحاول قد ما نقدر نبغى نزود العدد. بس تقريبا هذه الفكره العامه يعني. وعلى موضوع ساكم يعني نفس اللي سلطان بيسويه، لكن يعني بركز عليه اكثر بحيث انه يكون خلاص يعني ريلايبل، يعني كلنا نكون يعني مثلا الموضوع الترانسبيرنس اللي مثلا لما تخلص الترسل اوتوماتيك ما ادري ما بيسد الكل زي كذا، في ناس مثلا لا ما جاء لها فاينانشال جرافي، في ناس ما ادري زي كذا، هذه حاجه ثانيه. الحاجات الحديده على الخدمات النيو ستودنتس مثلا الحاجات الاكاديميه، ودي انه يكون في
طريقه انه يكون فيها الطلاب متواصلين مع بعض، مثلا كلاسات ايش فيها وهذا ايش فيها. كثير مثلا واحد عنده اختبار ولا عنده شيء يسال مثلا مين عنده مثلا نوتس حق كذا، مين عنده مثلا، قالوا في طريقه ويكون فيها يعني انه نتشارك يعني النوتس وزي كذا، زي ما يسوي مثلا فراترنتي، مش المفروض انه يكون فراترنتي لكن نفس الحركه انه يساعد بعض انه يخلوا الاشياء هذه. انا ما ادري عاد اذا شيء ليجل ولا ايليجل ولا كيف الطريقه، بس اذا هم بيسووه اتوقع انه ما في شيء يعني ما في مشكله. لكن هذا شيء راح يساعد كثير، هذا شيء ناوي ان شاء الله انه نزيده. وللطلاب الجدد كمان برضه ايش؟ يكون في زي يعني مش احنا حنكون ادفايزرز بس انه وي ادفايز برضه نساعد، مثلا اخو هذا كلاس كويس، هذا مدري مثلا واحد اول ما يجي مثلا ما يعرف كيف تختار الكلاسات، نساعده في الاشياء. بس هذا اللي عندي. اعتراضات